أكثر من 48 ساعة تمر بعد إحياء عيد الأضحى المبارك، لا تزال الأسواق تعرف تذبذبا في توفير الخضر والفواكه للمواطنين، مما تسبب في ارتفاع الأسعار التي تعد ظاهرة تتكرر بعد العيد. هذا اللوبيا 18، زرودية 12، اللفت بعناها 12، هذه 25. هذه الزروديه 12. شويه زرو واسمه طوماطيش واللوبيا. الزروديه ما قدرتش نشريها، قال لك 12000 في الكيلو. ملتهبه، يعني سي لو دوبل و سي جونز دير لو تريبل. فوالا دعوه غاليه بزاف بزاف. التجار لم ينكروا هذا الارتفاع، واصفين اياه بالظرفي، ومرجعين سبب ذلك إلى ندرة الخضار والفواكه. السلعة ما كاش في السوق بزاف، حتى موليت شغل حاجة باينة على 5 أيام 6 أيام باش تولي السلعة تدخل، الفلاحين كاع يريحوا، على هذه اللي مغلقين الحوان تاعنا هنايا. أيامات العيد يطلعوا شوية ومن بعد نهار يجيو الخدامين يعاود ترجع نورمال، دوك يطلعوا شوية يعاودوا يحطوا نورمال. مع كل مناسبة يعود الحديث عن المداومة التي تضرب عرض الحائط، حيث تتعدى الزيادات عتبة 40%. ما ينذر بانهيار إضافي للقدرة الشرائية للجزائريين الذين دخلوا في دوامة تساؤلات حول الأسباب الحقيقية لذلك.